السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق جميل جدا اسمه جوي بلان. ده بترسم انت بس حاجة كده على ايديك كروكي، ترسمها على ورق وقلم، وهو يبدأ ان هو يحولها لك لأوتوكاد بالشكل دوت، وتبدأ ان انت تحولها لحاجة 3D وتدخل المعلومات اللي انت عايزها بحيث ان هو يبقى شغل بيم بالتفاصيل بتاعتها، وتسيف اوتوكاد، تفتح ملفات اوتوكاد زي ما انت عايز، ويبدأ يعمل لك الدراسات الخاصة بالمبنى. كل ده من على الموبايل، يعني من غير كمبيوتر ولا حاجة خالص. تطبيق ما شاء الله ممتاز، بيعمل لك الريندر برضو. فبقى كويس ان في تطبيق بيقدر يعمل الامكانيات دي كلها. فان شاء الله نبقى نجربه، ولو حد جربه او جرب برنامج تاني بالقوة دي يا ريت تكتب لنا في التعليقات. انا جربته الصراحة يعني لسه على بسيط، انما ان شاء الله نعمل فيديو عنه بإذن الله من على الموبايل نفسه.